نستهل أبرز ما كتبت الصحف العربية الصادرة اليوم بصحيفة الشروق المصرية التي توقفت عند تعثر مفاوضات سد النهضة، وأوردت في هذا السياق تصريحا لوزير الخارجية المصري سامح شكري قال فيه: إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد الملء والتشغيل، فسوف نجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه، وسوف تكون مصر صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه. وفي الإمارات قالت صحيفة الاتحاد إن الولايات المتحدة تعتزم فرض قيود على التأشيرات، حيث تناقلت في هذا الصدد تصريحا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيه أنه سيعلن عن قيود جديدة على التأشيرات خلال اليومين المقبلين. وأوضحت الصحيفة أن القيود الجديدة تهدف إلى منع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأمريكيين الذين يعانون من سوق العمل التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا. وإلى الأردن قالت يمت الدستور إن القضية الفلسطينية تواجه أخطر المشاريع والمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، بل تواجه نكبة جديدة تستهدف تهجير وتشريد الفلسطينيين من أرضهم وديارهم وإنهاء القضية الفلسطينية، حيث يسعى الصهاينة هذه الأيام لتنفيذ أكبر مخطط وأخطار على القضية، وهو مخطط ضم الضفة الغربية والأغوار الشمالية. ونختم جولتنا الصحفية من لبنان، حيث كتبت اللواء أن عدة مناطق شهدت أمس احتجاجات على التقنين القاسي في التغذية الكهربائية وقطع بعض الطرق الرئيسية، مما دفع القوى الأمنية للتدخل وإعادة السير، فيما حصل إشكال بين قوات الجيش ومحتجين كانوا قد قطعوا طريقا شمال لبنان احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر وعلى الأوضاع المعيشية.